الجامعة العربية، التقرير الأممي بشأن مسؤولية التحالف العربي عن قتل أطفال اليمن يفتقر للدقة. الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا لتوطين صناعة الرشاشات الآلية AK-103. المديرية العامة لحرس الحدود تنظم تمرينا عمليا يحاكي صد الهجمات الإرهابية المسلحة بالمراكز البرية والبحرية. الشورى مطالبة بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها. متحدث وزارة التجارة 87,000 سجل تجاري بأسماء سيدات بالسعودية. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكرم 140 مواطنا ومواطنة أعادوا قطعا أثرية. أرامكو تتوسع في الهند، ونيودلهي تتوقع شراكة استراتيجية. الإطاحة بمتهمي تزييف العملات الورقية بمحافظة رفحة. شرطة القصيم تعلن الإطاحة بمطلق النار على مقيم بسوق ذهب عنيزة. شرطة الرياض تضبط فتاة سعودية خالفت الأنظمة بقيادة السيارة.